All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 لها. طبعا في هذا المقطع راح نسوي جولة استكشافية في عالم Red Dead Redemption 2، لأنه زي ما تعرفون هذا العالم مليء بالأشياء الغريبة والرهيبة، ويعني عالم دسم صح. فتعالوا سويا نخش في المقطع. أول شيء غريب راح يكون في مدينة الفالنتاين، وتحديدا في الفندق، ولما تطلع للدور الثاني وتحديدا الغرفة 2A راح تسمع التالي. زي ما شفتوا قاعدة تطلع أصوات غريبة جدا من هذه الغرفة. طبعا ترى هذا الشخص اللي داخل الغرفة شخصية رسمية في اللعبة، وله مؤدي صوت حقيقي، وعلى حسب موقع ويكيبيديا ريدد هذا الشخص اسمه الشخص المصاب بالإمساك. يعني هذا الشخص مصاب بالإمساك، لذلك انت تسمع ويطلع هذه الأصوات الغريبة. طيب زي ما قلت لكم تقدرون تحصلونه في الغرفة 2A من الفندق بداية من الشابتر الثاني. طبعا الغرفة مقفلة وما تقدر انك تخش لها الا بطريقة واحدة فقط، وهي جلتش الدخول لأي مكان، وفعلا قدرنا نخش وحصلنا التالي. زي ما شفتوا الشخص اللي بطنه تعوره ومعاه امساك ما هو في الحمام ولا حاجة، بل انه واقف عند الباب ويطلع هذه الاصوات الغريبة. يا حبيبي انت بطنك تعورك، روح للحمام، مو تكي عند الباب وتطلع هذه الاصوات الغريبة جدا. وكثير منكم سألوني عن هذا الشخص، فهاكم العلم، الشخص معاه امساك بدل ما يخش الحمام قاعد يطلع اصوات غريبة عند الباب عشان يوتر المرة وسكان الفندق. شخص والله ما ادري ايش اقول عنه. طيب المكان الثاني راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. لما توصل للمكان راح تحصل التالي. زي ما شفتوا ثعبان ضخم ضخم جدا وموجود على الشجرة زي ما تشوفون. طبعا أنا أول مرة جيت لهذا المكان حسبت إنه هذا الثعبان حي والآن راح يهاجمني ويدمرني تدمير، لكن بعد ما قربت منه أكثر طلع إنه ميت وليس حي. طيب صالح إيش قصة هذا الثعبان وليش هو في هذا المكان؟ بكل بساطة روكستار حطت هذا الثعبان في هذا المكان وبهذا الشكل
إشارة وتلميح لفيلم جانجل بوك. بكل بساطة هذا الفيلم فيه ثعبان كانت تساعد طفل معين واسم الثعبان هي KAA. صراحة فيلم كمجمل رهيب، وشي حلو من روكستار انهم يضيفون هذا الثعبان في عالم ريد ديد ريديمشن 2 إشارة لفيلم جانجل بوك، وإيستر إيج رهيب جدا. المكان الثالث الغريب راح يكون في المستنقعات، وتقريبا هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، ولما تيجي للمكان راح تحصل قبعة جون مورستين في هذا المكان، أمر غريب جدا. زي ما تعرفون قبعة جون مورستين ما تقدر تشتريها من أي مكان، الطريقة الوحيدة إنك تستخدمها راح تكون إنك جون مورستين نفسه. طيب، وجود قبعة جون مورستين في هذا المكان له احتمالات كثيرة جدا. أول احتمال إنه جون مورستين كانت له علاقة مع صاحبة المنزل، خصوصا إنه صاحبة هذا المنزل هي امرأة وكانت لها مهمة معينة، فممكن جون مورستين في أحد الأيام جاء عند هذه الامرأة ونسي قبعته في هذا المكان. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إن وجود قبعة جون مورستين في هذا المكان فيها إشارة إلى جاك مورستين. أوضح لكم أكثر. زي ما تعرفون الشخص الوحيد اللي يلبس قبعة جون مورستين هو ابنه جاك، فروكستار قرروا إنهم يحطون هذه القبعة في هذا المكان إشارة إلى إننا راح نلعب بجاك مورستين في عالم ريد ديد ريديمشن 2، وإنه هذا البيت راح يكون له علاقة ببسيرة جاك مورستين، وانه راح يبدأ من هذا المكان. طيب، في دليل قوي جدا ويعني يعطينا نسبة كبيرة انه ممكن نشوف جاك مورستين في ريد ديد ريديمشن 2، وهو انه احد الاشخاص حدث له جليتش غريب وطلع صوت جاك مورستين بشخصية جون مورستين. تعالوا نسمع سويا. Good evening. No more grief, alright. Can't take any more grief. You have a pleasant evening, miss. Evening, mister. The nights are the worst. Sir, good morning. Good morning. Morning, partner. A very good morning to you. زي ما شفتوا هذا يقوي احتمال اننا ممكن نشوف جاك مورستين في عالم ريد ديد ريديمشن 2. طيب، بالنسبة للاحتمال الثالث وانا صراحة اشوف انه احتمال جدا قوي، واللي هو انه في عالم ريد ديد ريديمشن 2 شفنا العديد من الاشخاص والمخيمين يذكرون ويروون القصص عن ريد هارلو بطل ريد ديد ريفولفر، فممكن هذه القبعة هي قبعة ريد هارلو، لانه لو تلاحظون في تشابه كبير جدا بين القبعة في هذه الغرفة وقبعة ريد هارلو، فممكن فعلا وحقيقة هذه هي قبعة ريد هارلو، وروكستار قررت انها تحط هذه القبعة في هذا المكان إشارة لصائد الجوائز الأسطوري ريد هارلو. وانا صراحة اروح مع هذا الاحتمال لوجود التشابه الكبير جدا بين القبعتين. المكان الرابع راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من المستنقعات، وتحديدا راح يكون عند خوينا هذا. المهم هذه المرة ما راح نتكلم معاه، على طول راح نقتله ونخش المنزل حقه. طبعا منزله غريب جدا وفيه له امر محير. طبعا لما تخش لبيته راح تلاحظ انه في جرائد كثيرة جدا معلقة في الجدار، ولما تقرأ احد هذه الجرائد راح تحصل في احد العناوين يتم فيها ذكر هوليكوبتر، فكيف هذا الشخص في هذا المكان معاه جريدة من المستقبل؟ كيف كذا؟ 100% متأكد انه ما في طائرات ولا هوليكوبترات عام 1899 ميلادي، وهذا يخلينا نروح لسبب واحد فقط واللي هو التنقل عبر الأزمنة. زي ما تعرفون التنقل عبر الزمن موجود في ريد ديد ريديمشن 2، وخصوصا عند فرانسيس سينكلير اللي لما تيجي عنده راح يطلب منك انك تجمع له بعض الأشياء الغريبة جدا. لما تجمع له هذه الأشياء
الأشياء، ولما تبي تجي تعطيه إياها راح تحصله وراح تعرف إنه متنقل عبر الأزمنة، وإن غرفته مليئة بالأشياء الحديثة والجاية من المستقبل. على سبيل المثال، على الجدار عنده موجودة أهرام مصر، وأيضا موجودة عنده برج إيفل ومجموعة من الأشياء الآتية من المستقبل. فهل فعلا خوينا اللي كان في المستنقعات انتقل عبر الأزمنة، أو إنه فرانسيس سينكلير أعطاه بعض الجرائد من المستقبل؟ يعني ممكن هذاك الشخص ساعد فرانسيس سينكلير وفرانسيس سينكلير أعطاه الجرائد كمكافأة. ما أدري صراحة، الأمر جدا محير، أبغى آراءكم في خانة التعليقات. طيب، في الفترة السابقة انتشر مقطع بشكل كبير جدا لموميا تمشي في عالم ريد ديد ريديمشن 2. طبعا هو أمر غريب بالتأكيد، البعض قال إنه خطأ وجلتش في اللعبة، لكن أنا صراحة لي رأي آخر. في أمر يخلينا نخالف إنه جلتش وخطأ. لو تلاحظون طريقة حركة المومياء جدا جدا واقعية، وتحس إنه حركاته مو حركات خطأ في اللعبة، تحس إنه فعلا مبرمج يمشي زي كذا. طبعا غالبا هذه المومياء تشير إلى Undead Nightmare 2، يعني روكستار في ملفات اللعبة حاطين هذه المومياء لأندد نايتمير، لكن حصل خطأ أو جلتش معين ونزلت في سيرفرات الأونلاين، وهذه المومياء تقوي إننا ممكن نشوف أندد نايتمير 2. طيب، شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن جولتنا الاستكشافية لهذا اليوم، هل عجبتكم أو لا؟ وإذا عجبتكم قولوا لنا إيش أفضل شيء عجبكم منها، وأيضا قولوا لنا هل تبغون ننزل المزيد من رحلات الاستكشاف مستقبلا أو لا. طيب، بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم المومياء يداهمكم. ها، يلا سلام عليكم.